قضايا مختلفة. احنا هرجع لكم تاني القضية اللي كنا ناقشناها معاكم من شوية في القضية الاعتداء بقى على الطفل اللي في الرضيع اللي في الإسماعيلية في الحضانة غير المرخصة. احنا شفنا الطفلة اللي ضاعت بسبب السلاح اللي وضعه الأب، كمان شوفوا انتهاك الطفولة بأشكال مختلفة. هتشوفها دي حضانة غير مرخصة في الإسماعيلية ويتم تعذيب طفل تعذيبا بدنيا بهذا الشكل. طفل بعمر عام ونصف أودعته أمه إحدى رياض الأطفال بمحافظة الإسماعيلية، ذهبت لإحضاره في نهاية الفترة فوجدته في حالة يرثى لها، اعتداءات بمختلف أنحاء جسده. رايح اخد الولد، دخلت الحضانه لقيت الولد منهار من العياط، منهار وبقه كل مليان شوكولاته. لما روحت البيت غسلت الولد وشه، لقيت بقه وارم جدا وفي هنا كده دم ناشف جوه بقه، فتحت لقيت بقه مفتوح كله من جوه، فقلت هقلع الولد واحميه وجايب لسه داخله بيه جوه، لقيت ابني ظهره كله متشرح خالص تمام، وهنا في علامه حمراء كده، فانا قعدت امسح له بحسبها روج جنب الشوكولاته، فقعدت امسح وهو يصرخ جامد، ففي هنا عضه يعني غسلت له الحته دي كده، لقيت دي هنا في عضه كده كبيره. تاني يوم لما تعرضت على الطب الشرعي، تاني يوم رحت النيابه تمام وخلصت التحقيق، عرضوني على الطب الشرعي، دكتور الطب الشرعي كشف على الولد فبقول له ده ايه؟ قال لي ده اللي في خده دي عضه، طبعا بقه باين طبعا هو مفتوح جامد جدا، واللي في ظهره ده قال لي ده ضرب بآله حاده ليها سن. بس انا حضرتك اللي انا اكتشفته ان انا بعد ما خلصنا في النيابه رحت على الشؤون الاجتماعي عشان اشوف الحضانه دي مرخصه ولا غير مرخصه، فما لقيتلهاش اي صفه في الشؤون الاجتماعيه خالص، التضامن الاجتماعي مش مرخصه. ليه الحضانه دي كده؟ ما كل الحضانات هنا في يعني مش اول شكوى اصلا تيجي من الحضانه وفي ناس مش تكفيني، احنا مجرد ان احنا نزلنا صوره الولد كتبنا اسم الحضانه ناس كتير جدا اشتكوا، كانت حالته ايه وهو بيعيط؟ ده كفايه الاذى النفسي اللي هو تعرض. انا ما نمتش، انا ما بنامش، الولد طول النهار يا عيني وهو يتقلب، ايه الذنب اللي عمله في حياته طفل في السن ده؟ والولد في حاله انهيار فظيع جدا وخايف من الناس كلها ومنهار، متشرح ظهره كله، طفل لا حول لي ولا قوه عشان يتشرح بالمنظر ده. ممكن يا جماعة كلها الحقيقة حوادث لا تخضع للرقابة ولا لإشراف أحد، يعني تشوف يضيع الأطفال بهذا الشكل في أماكن مختلفة وفي حوادث مختلفة وحضانة غير مرخصة، ونشوف حتى الوضع فيها ووضع الطفل شيء مؤسف وشيء مؤلم. يعني نشوف تاني بسرعة أيضا. أنا عايز